قالهم ذهبت الى تركيا في حوالي منتصف مارس. انا خرجت من الجزائر لو 25 مارس 99 في 7:10 دو ماتان، حكمت الطياره كونستانتين مارسي. هو خرج البارح لتركيا، هارب من الجزائر من شنقريحه راح يقتلو، ما شفاش على لادات. سؤال بين قوسين، حوالي منتصف مارس، مسكين. قال معليش نسى لادات، عنده المشاغل بزاف، ما عليناش نسى لادات سي با غالاف. دوك نفهموا علاش، باسكو عنده 16 يوم قال لك تعذيب وكذا. على بالكم بلي يكون شاف 16 جور دو تورتور، يخاف يديكلاري اسمه، ماشي يدير رابور ويبعثو وهو مازال في الحبس. خلينا من الخرطي هذا، نطق واحد المخ اينشتاين تاع لا بسيكولوجي دو لا تورتور، قال لكم كيف حتى سي نورمال، على بالو حين يقطعوا له بيربات دونك قال لك يا نعذبو هاي في كذا وكذا تاعها وتعيش، خلي نخليها انا ميت ميت. ما تعرفش واش هي لا تورتور اللي قاعد تهضر. داير لا تورتور سي اون براتيك انترناسيونال، ميم لي امريكان لا براتيك، لي فرونسي لا براتيك، بارفوا سيرتان غران بيي لا سوتريت. راكم ما تعرفوهاش، كي كانوا الرجاله اللي يبولوا الدم صحت على فلان كانوا يقولوا للمجاهد ولا الفدائي كي يتحكم ولا المسبل كانوا يقولوا له شد 48 ساعه على قدرت لو طون كو لي ستركتور شونج. على بالهم بلي لا تورتور واحد ما يشد، واحد ما يشد في لا تورتور باش تكونوا في علمكم. اما تقبس، وهذه كانوا يقيبسوا كي كانوا ما يجيبوش الطب ويديروا لك ان اكزام ميديكال باش يعرفوا لا ليميت. لا تورتور سي دوفني اون تكنولوجي سي سيونس، لا تكونوا في علمكم اللي لعب نهار ومبوات. بref السيد انسى الوغ اي ومن بعد واش يقول لكم لا ديكلاراسيون تاعو، يدير اون ايفالواسيون نتاع العامين نتاع شنقريحه اون طونك شيف ديتا ماجور اجودان شيف، يدير ايفالواسيون وهو في الحبسه تاع عامين خدمه تاع لو شيف ديتا ماجور. الله اكبر، سبحان من يوحي اليه الله وعنده اتصال به دون حجاب. لو غا il reçoit avant Gabriel je pense avec des textes. وين ليفالواسيون؟ من الحبس. ايوا قال لكم شنقريحه رجعها لجماعه الشرق ونحى الغرب، القبائل في الشرق ولا في الغرب ما عليناش. المهم ريجيوناليزم ما عندوش حكايه كبيره في الجيش، كان اون ايبوك باسكو كانوا لي زوفيسي ماشي قاريين، لي زوفيسي اللي كانوا ماشي قاريين دونك يجيبوا الجماعه لي جون اللي طالعين قاريين يجيبوهم من جوايهم، ايزون بلوس كونفيونس. سيتي ليسبرين تاع المجاهدين تاع لي فيو تاع بكري. لارمي صافي لونتون تخلص من قضيه الجهويه هذه، لانه لو ميكساج او نيفو دي غراند زيكول خلق علاقات نتاع الصح تاع صداقه واخوه بين اونسان دي بروموسيون بين ناس الغرب ناس الشرق ناس القبائل، دفعه وحده تلقاهم بكل حباب. براف دونك هنا هو حب يخلطها، هذه نقطه ماركيوها بسطرين بالاحمر، لو ريجيوناليزم دون لارمي الجيريان، ما الهدف منه للترويج ليه، شكون المستهدف حقيقه. باش نرجعوا لحكايه تركيا، با لا فيديو قلت لكم عليها جو مون فيش انايا، ميم سي لا لا مورفولوجي لا جيومتري دو لا مورفولوجي دو فيزاج تاع بنويرا اونتر لي ديفيرونت فوتو اللي قدرنا نتحصلوا عليهم، قلت لكم ما عنديش معلومات ما نعرفش انا شعبي ne correspond pas et là je ne correspond pas. اسيدي قال لكم بصح شنقريحه كان على راس كي يحب بارون نتاع لا دروك تاع الجزائر، بارون تاع لا دروك تاع الجزائر تما شنقريحه يخدم عند بارون لا دروك تاع الجزائر، اسمعوا مليح، كي يحب هو ابو شجاع في وقت المجاعه والله ما مبارك، قال لي كاش خمر تحب تشرب خويا روح مرحبا نعرض خويا نشربك غير لا كلاس غير الماماي، توحشتك ابو شجاع في وقت المجاعه الله لا تربحك فهم نحيش هذا جامي نحيه قادر يحتلوا لي صحاب نولي صحاب انا وياه فوالا. دونك نفهموا حاجه، لقيت صالح باباه ولا عاشقه ما يهمناش، لقيت صالح الملك لقيت صالح جاي نقي فاق. الو سمعوا مليح، كان راح يدخل شنقريحه للحبس، نقبلوها منك السي القرميط، وشنقريحه عيط القرميط
قرمي طرح ليه الشالي نيميرو 2 ما على بالناش وين الشالي هذايا ف ما على بالنا الشالي وخلاص المهم شالي بالك شالي والله ابو شجاع خلي بعد نقصر معك ابو شجاع والله العظيم ابو شجاع قال لكم لقيت صالح اسد برافو ابو شجاع عرفنا السيركوي يا محاينك ما تكونش تاني من كذا وكذا تاعو بون في راس عفري تاني من جماعته يا روح موتوا بون قال لكم اسيدي نوليو واش باح نقصر اليوم قال لكم سيتادير ترافيك كبير البارونات وكان لقيت صالح بين حيشن قريحة ويديه للحبس كي تدخل قرميط يا شو مرتك وكنت تدخل ما تصرعش هذه لازم فريمون علاقة كبيرة وهذه العلاقة الكبيرة كاينة غير عند المثليين باش نتفاهموا دونك عندهم علاقة حميمية ما كانش كونكلوجيون واحد اخر ملي كان راح يدخلوا الحبس عطاه بروموسيون عطاه الكوموندمون دي فورس تيرستر الله اكبر الله اكبر لقيت صالح لو داب لقيت صالح راح يدخل واحد الحبس جاو ناس انترفونيو عليه جاو ناس انترفونيو عليه اوفان واحد انترفون عليه طلعوا سيافتي ما عليناش قال هادي فريمون زنقت الهبال الترافيك دو دروك دركا كاين بارون وشكون دار التحقيقات لا اس ا اللي دارت التحقيقات بصح لا اس ا هادي لا سيكوريتي د لارمي ديريكتور تاعها ثاني امبليكي منعرف كيفاش حكت التحقيقات و المهم تكتوكا ما عليناش لقيت صال ريجيون ميليتير لا تروازيام ريجيون ميليتير لا سيزيام ريجيون ميليتير اي لا كاتريام ريجيون ميليتير على بالكم بكون اربع نواحي عسكريه هادي بعد داخله في طرافيك واحد باش نتفاهموا ماشي لقيت صالح الامريكان وما يفرزهاش ما عليناش السلاح ميشن قريحه بغل 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 انكرويابل يبعث يشري السلاح من ليبيا باه يدفنوا في بشار وهو عنده لا طرافازيام ريجيون ميليتير اللي فيها البوليزاريو يعني من البوليزاريو وموريتانيا يقدر يشري السلاح كيما بغى بابسط صوبه خير من يجيبو من ليبيا لانه في ليبيا اجهزه مخابرات بزاف ويعسوا بزاف الامريكان الترك الروس سنة نحي واحد اسمه بولفراد عبد الغني وهي باين بولفراد باسكو